بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. منذ لحظات قليلة انتهت مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. المنتخب السنغالي بيفوز على المنتخب التونسي بهدف مقابل شيء في الوقت الإضافي، ثم أيضا بيفوز منذ لحظات قليلة جدا وفي الدقيقة 94 بيفوز المنتخب الجزائري على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي تصعد الجزائر لملاقات المنتخب السنغالي في الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واحدة من أفضل وأحلى البطولات الحقيقة اللي اتعملت خلال الفترة الأخيرة، نسخة 32. الكل بيتحاكى عن شكل والأداء والتنظيم وكل شيء الحقيقة رائع في المباريات حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله إن شاء الله الكل سوف يبهر بحفل الافتتاح، أنا آسف، بحفل الختام. حفل ختام يكون حفل ختام يليق باسم مصر وباسم كل الدول الأفريقية المتواجدة واللي حضرت في خلال هذه البطولة. ألف مبروك للمنتخب الجزائري مرة أخرى، يستحق المنتخب الجزائري أن يصل إلى المباراة النهائية منذ أول لحظة، والكل أشاد بمستوى المنتخب الجزائري من أول يوم الحقيقة، ومن أول مباراة لعبها المنتخب الجزائري كلنا قلنا إيه؟ منتخب الجزائر في النهائي، المنتخب الجزائري هيلعب في المباراة النهائية. الكل توقع أن تكون مباراة النهائية ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي، لأنهم هم أفضل منتخبين حتى هذه اللحظة، أو خلاص بعد انتهاء هذه البطولة فاضل فيها مباراتين، مباراة نهائية تحديد المركزين أيضا الثالث والرابع، هم دول اللي فاضلين، المباراتين اللي فاضلين، وبالتالي منتخب الجزائر يستحق الوصول للنهائي، منتخب السنغالي يستحق، ولكن لم يظهر المنتخب السنغالي من وجهة نظري حتى هذه اللحظة بالشكل اللي احنا كنا مستنينه، مباراة أو مباراتين أو مباراة ونص مثلا هو اللي عملهم المنتخب السنغالي بشكل جيد. إن شاء الله المنتخب الجزائري يستطيع أن يتوج بهذه البطولة لتكون أفضل ختام الحقيقة أن يتوج منتخب عربي بهذه البطولة. مش هلتفت للبعض اللي بيتكلم على أن أصل في بعض من عشاق المنتخب الجزائري كانوا يعني فرحانين في خروج المنتخب المصري. كل بلد بيبقى فيها دايما فيها ناس اوفر شويه، يعني بيزودوا الموضوع شويه، ولكن الاساس او القاعده الاساسيه ان احنا هنشجع المنتخبات العربيه، هي دي القاعده الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها، وهي دي القاعده الاساسيه. المنتخب الجزائري كنا نتمنى النهارده ان المنتخب التونسي طبعا يستطيع ان يفوز على المنتخب السنغالي ويصعد ويبقى المباراه النهائيه نهائي عربي خالص ما بين المنتخب الجزائري والتونسي، ولكن تشاء الظروف والأقدار أن يصعد المنتخب الجزائري ضد المنتخب السنغالي، ونتمناها يا رب إن شاء الله إن شاء الله بطولة عربية في نهاية الأمر. المنتخب الجزائري يستحق البطولة في كل بكل الأوجه، عنده فريق مكتمل، عنده 23 لاعب، خدوا بالكم من الكلام، عنده 23 لاعب، أي حد فيهم يلعب هيبقى كويس. رياض محرز ظهر في الوقت اللي هم محتاجينه فيه في الدقيقة 94 من الدور قبل النهائي، واستخدم مهارته زي ما محمد صلاح بيعمل مع المنتخب المصري. فاللي أنا بقوله لحضراتكم إن منتخب الجزائري منتخب قوي يستحق أن يفوز بهذه البطولة، منتخب السنغالي منتخب جيد وكل حاجة، خصوصا إن هيغيب عنه واحد من أفضل اللاعبين المدافعين في العالم، كوليبالي سيغيب عن المنتخب الجزائري في المنتخب السنغالي في المباراة القادمة. كل التوفيق للمنتخب الجزائري، وإن شاء الله إن شاء الله نرى مباراة نهائية تليق بالقارة الإفريقية، وإن شاء الله برضو يبقى في تواجد جماهيري، كل استاد القاهرة يبقى مليان على آخره إن شاء الله في هذه المباراة. طيب ده بداية هنتكلم